نبقى مع انتشار حشرة الخفساء في مناطق العراق، ونذهب وإياكم إلى منطقة عين التمر في محافظة كربلاء، حيث صور جنود في منطقة عسكرية في المنطقة المذكورة انتشار هذه الحشرة. دعونا نتابع. ربعنا المنتسبين هاي المعايشة بعين التمر تعطى قرب لهم يا رب روجك أحمد يا رب زين تعطى صور هاي عيشتنا هنا عمي هاك البشر هذا سبحان الله البشر. حتى ما نقدر نصور ما نقدر ننام يطير هذا السم يعني معقوله يسوي بيه؟ لو عايفي احسن لنا لو عايفي بلا سم هاي البيتيس ما نقدر نجيبه ما تقدر هسه امصى اصلا هانا شلون تقدر تجيبه؟ ابو حسين ما تقدر تصور بس دوس النقطه الحمراء واشتغل صور ترى صورت لك هسه نريد نوش البيكيسي نريد نجيبها هاي البيكيس نريد نجيبها ما نقدر نجيبها من ورا صراصير وهذا الوردان ويقرص يا رب زين صورنا هاي المعايشه يذبون هنا ويروحون المديريه صورنا احمد لا دوشك نقدر ننام عليه لا كنا براحه سبحان الله هذا ابو حسين شايف الالعاب